الجول بقى بتاع حمدي فتحي طبعا، الجول ده بتاع حمدي حرامي الاجوال، حرامي الجوان حلوه دي، صح قوي. يا جماعه من ماتش سموحه، وماتش الزمالك فاكر؟ بدأ من ماتش سموحه، يا ده جاب جولين في تحركه سموحه، ده فاكر؟ بنفس التحرك ده، بنفس التحرك. انا عرفت معلومه ان حمدي ده كان بيلعب في دمنهور، كان بيلعب 10 10 يا راجل، انا وانا جاي سامع الكابتن عمر كابول انا بدربه في دمنهور زمان وهو بيلعب 10. هو فعلا اصل ما يعملش الاختراقات دي الا واحد. وحمدي لو لعبت في اي مكان هيأدي، حمدي من اللعيبه اللي كده، اللعيبه الملتزمه جدا، اللي لو طلبت منه حاجه هيعمل. ما بيضحكش خالص يا سيد، ما بيضحكش خالص. لا حمدي لا، راجل مركز يعني. حمدي انا التركيز انا من كده الناس اللي اتعاملت معاه وبحبها جدا. وبعدين جاب جول حلو، كله يضحك بس يعني ده مش جول بكاتي، ده جول لعيب فرود راكز يعني حطها من فوق. بس برضه لازم شهاده شكر للشناوي. الشناوي طبعا الشناوي، بس برضه يا كابتن التصرف يا كابتن. ماشي بس الشناوي انت عارف حمدي رايح، انت طرف. طب وانت طرف حمدي، حمدي بيتحرك بين السردباكين. هو ماشي. كويس ان هو شاف الشناوي. طب طرف عينك انت يعني، انت عارف من ان هو شايفه، دي الحاجه الايجابيه جدا. تحرك طبعا، انا بقول لك ده تحرك، هو شايفه كمان وهو خارج. انما الشناوي سهلها يعني، حمدي متحرك صح يعني. انا شايف لو الشناوي كان في جوله كان حمدي هيتعامل تعامل تاني، كان ممكن يوقفها ويتعامل بيها تحت. صح. انما هو ما كانش هيتعمل التعامل ده الا لما شاف الشناوي طلع. طب هنختم بالكابتن امين عمر، تقييم لا 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 ممتاز النهارده، ما حسيناش بيه حتى الاخطاء مش مؤثره يعني، ومين ما بيخطاش. بس دي شهاده حلوه للتحكيم المصري والله، بغض النظر بقى ان رغم كل الضغوط اللي كانت موجوده. لا لا احسن من حكام في مصر دلوقتي، وراجل فعلا يستاهل ماتش يعني. القرار كان صائب جدا. ما خلاص بقى، ما خلاص بقى كابتن سيد. انت مع انا شايف ان هو كان كويس جدا، وانا شايف ان مشكلتنا مش التحكيم، مشكلتنا البرامج الرياضيه اللي بتقيم التحكيم هي دي بامانه يعني. سيبوا كل الناس كل واحد يقوم بدوره، ونيجي على اللعيبه نقول لازم لاعب منتخبات كبيره، ولازم ولازم حتى لو نخسر، وهتيجي على التحكيم مش عايز يحكم ماتشات كبيره. تقول لا انا مش عايز. مش عايزه ليه؟ مش عايز يحكم ماتشات، تدي له فرصه وشوفه. هو اللي انت بتقول عليه يبقى اذا كان قرار الحكام اللي واقف على السبوره دي لازم نشوف. ياما شفنا اخطاء احنا زمان، لكن في فار ولا كان في حاجه اللي عمال يقول لك ده هنا وده اصل دي. والراجل النهارده رجع للفار ورجع لكل اللقطات، ولما رجع لضربه الجزاء رجع بشكل كويس وشافها صح. يبقى لازم نشيد بالكابتن امين عمر بشهاده اهو من استوديو بوكس تو بوكس، اشاده بالحكم الدولي المصري كابتن امين عمر، وبقرار اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام البرتغالي بيريرا في اسناد طاقم تحكيم مصر لهذه المباراه. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للكابتن سيد معوض، ربنا يخليك يا كابتن سيد، مبروك علينا كلنا، كتفك بكتف الأهلي.